دشنا مساء أمس الرئيس الوطني لاتحاد الجمعيات الوطنية أحمد بشير أحمد المكتب الفرعي للجمعية بالدائرة العاشرة، حيث تم تنصيب أعضاء المكتب الجديد البالغ عددهم 14 عضوا يترأسهم طاهر علي قاسم. تقرير عبد الله هارون. لا زالت جمعيات المجتمع المدني تنشط يوما بعد آخر لحفظ المكتسبات الوطنية وتحقيق الأهداف المنشودة، لذا قد تم تنصيب أعضاء المكتب الرسمي فرع اتحاد الجمعيات الوطنية بحارة فندورة بالدائرة العاشرة البالغ عددهم 14 عضوا برئاسة طاهر علي قاسم، الذي أكد في حديثه أن المكتب الجديد التابع لاتحاد الجمعيات الوطنية يعمل وفق النظم واللوائح الخاصة بالجمعية. إن مكتبنا هذا سيواصل إن شاء الله أنشطته بالدائرة العاشرة ويمارسها وفق القطط والأهداف التي يقوم بها مركز اتحاد الجمعيات الوطنية في إطار ما يصلح دولتنا وشعبنا. الرئيس الوطني لاتحاد الجمعيات الوطنية حث أعضاء المكتب الجدد بضرورة المحافظة على المكتسبات الوطنية بغية تحقيق الأهداف المرجوة لدفع عجلة التنمية. وأقول للأخوة أعضاء مكتب اتحاد الجمعيات الوطنية بالدائرة العاشرة، علينا أن نمضي قدما وفق الخطة التي وضعها فخامة السيد الرئيس إدريس ديبي إثنو. بدورهم الشخصيات البارزة والنشطة لتفعيل وتحريك الشباب نحو التنمية الشاملة، تداخلوا بتوجيه رسالة قوية تنصب لصالح الشباب عبر خلق مشاريع تنموية وإبراز مواهبهم وترجمة أفكارهم النشطة التي تتضمن العديد من البرامج الثقافية والتعليمية والترفيهية، كما أشادوا بالدور الكبير الذي تلعبه الجمعيات المجتمع المدني على إهلال السلام في ربوع البلاد.